أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فضاء شبابي، قضايا الشباب وقضايا الوطن ورؤية واضحة ومساحات جديدة على طاولة فضاء شبابي. من أهم هذه القضايا قضية الفاقدين للرقم الوطني، هذه الجملة قد تعكس الألم اللي بيعتصر بقلوب الكثير من أبناء شعبنا الفلسطيني العائدين إلى قطاع غزة من دول الشتات. نعم سعاد، وأيضا السلطة الفلسطينية في السنوات السابقة كانت تعطي الغير حاملين للرقم الوطني جوازات مصفرة لتسهل عملية النقل، لكن على الرغم من هذه العملية إلا أن هناك الكثير من المعيقات التي تواجه هؤلاء المواطنين. نعم طبعا هذه المعيقات وكثير من التفاصيل بحياتهم اللي ما بنعرفها رح نتعرف عليها اليوم خلال حلقتنا، لكن بعد الفاصل. الحديث عن قضية المحرومين من الرقم الوطني يعاني منها الكثير من الفلسطينيين والفلسطينيات بسبب الاحتلال، لكن لنتحدث أكثر عن تفاصيلها معنا ضيفنا في الاستوديو الأستاذ مثنى النجار. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أهلا فيك مثنى، وطبعا أنت من ضمن الحالات اللي يمكن تنعكس عليها بشكل كبير عدم حملهم للرقم الوطني، اشرح لنا نفسيا كيف ينعكس هذا الأمر عليكم؟ هي مشكلة الحصول على بطاقة تعريف وتبعاتها انه جواز مصفر وغيره، هي بالأصل مشكلة عويصة وكبيرة انه بتحرمك حتى من التنقل والحرية والسفر المكفول طبعا وفق القانون والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان. بطاقة التعريف لما انعملت للنازحين اللي أجوا من برا من دول عربية وانتظروا لم الشمل، النازحين بسموهم أو البدون اللي هم من حقهم المواطنة، وصلوا من 94 لحد يعني وقتنا الحالي. كان في دفعات قبل أثناء التفاوض مع الجانب الإسرائيلي طلع لكثير من العائلات هوايا وأصبحوا عادي منخرطين كمواطن فلسطيني في دولته سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية، ولكن بقي كثير من الناس وأعدادهم يتجاوز 15,000 إنسان، من بينهم 2500 بيحصلوا على جواز مصفر والبقية كلهم بيحملوا بطاقة التعريف اللي بتصدر أو بيتم إصدارها في داخل غزة عن طريق وزارة الداخلية. هذه بطاقة التعريف طبعا لا تمكن حاملها من الحصول على جواز فلسطيني أسوة بباقي الفلسطينيين، يعني هي بتمكنه فقط من أنه يعمل جواز مؤقت بسموه الجواز المصفر بيصدر عن رام الله، ولكن قبل حوالي سنتين السلطات المصرية والسلطات الأردنية منعت التحرك والتداول أو التحرك والتنقل لحاملي هذا الجواز عبره سواء كان معبر رفح أو حتى المطار. في كثير من الناس أوجدوا بدائل، هذه البدائل كانت تتعلق بالوثيقة اللي بتمكن من عملها، تجديد وثيقة السفر، لأنه أغلبهم بيكونوا حاملين للوثائق. وإحنا مرحلية هاي طبعا كلها مؤقتة، وإحنا كنا في العراق لما أنا انولدت في العراق وإجينا مع قدوم السلطة عام 1994، أهلي كلهم طلع لهم هوايا في الدفعات اللي هي أصدرتها وصارت نتيجة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، ولكن أنا الوحيد اللي ضليت ما معي هوية بحجج إنهم هم خلص وقف ملف التفاوض فيما يتعلق بطبيعة الأسماء المتبقية اللي هم بحاجة إلى هوية فلسطينية أو رقم هوية رقم وطني. نعم يعني ربما تكون هذه إحدى المعيقات التي تواجه يعني أصحاب الجوازات المصفرة، لكن عند قدومكم هناك العقبة الأولى التي تواجه يعني هؤلاء الأشخاص وهي الدراسة والتعليم. ما واقع دراستكم وأنتم غير حاملين لهذه الجوازات؟ في غزة طبيعي يعني بتسجل زي أي مواطن أو زي أي حامل هوية رقم وطني، ولكن في كثير من الأماني والطموحات اللي بتتعلق بكثير من الناس اللي هم نفسهم يدرسوا برا هدول ما بيقدروا يعني يسجلوا أو حتى يطلعوا ويسافروا من أجل أنه يأخذ حقه زي أي مواطن على هذه الكرة الأرضية. وكمان برضو في كثير من العقبات، يعني العقبات اللي ما بتتعلق فقط في الجامعة والدراسة، ولكن في عقبات إلها علاقة بالبنك نفسه. البنك نفسه في بعض البنوك
أو يمكن أكثرها يعني ما بتتعامل أو ما بتستطيع أنت تفتحي رقم حساب عن طريق اللي هو بطاقة التعريف. ولكن في الفترة الأخيرة تبين أنه كثير من العائلات المستفيدة من الشؤون الاجتماعية كانوا معهم مش هوايا، فاضطرت يعني بطريقة ما أنه سلطة النقد تتعامل مع بعضهم وتفتح لهم حسابات هذه الحسابات لفترة، وبيستطيعوا أنه يتلقوا فيها مخصصاتهم من قبل السلطة اللي بتصرف لهم. وكثير من أنا واجهت مثلا في 3 بنوك كون أنه عملي خارج غزة وكنت بدي أحصل على راتبي عن طريق اللي هو فتح رقم حساب، للأمانة يعني دخلت في غزة وأنا بحاول حتى عن طريق الواسطة ما قدرتش. في الفترة الأخيرة لما فتحوا الباب أمام موضوع الشؤون الاجتماعية تمكنت من فتح حساب في أحد البنوك، كنت قبل أتلقى راتبي عن طريق شخص آخر. يعني أنا واحد من الناس كثير من الأشياء الخارجية، السفر، العمرة، الحج، كانوا بيحاولوا في السنوات الأخيرة أنه العمرة والحج يستثنوا الناس هدول ويدخلوهم عادي، يعني حملة الجواز المصفر كون أنه بده يطلع يسافر أو الوثائق. برضو السعودية رفضت بسبب رفض الجانب المصري. نعم أستاذ مثنى، سنتحدث أيضا عن عملية السفر خصوصا أنك صحفي فلسطيني، لكن دعنا نشاهد هذا التقرير ثم نعود لك من جديد، ابقوا معنا. حمدي شعشاعة، 33 سنة، متزوج وعندي أتيلي متخصص في تصنيع الهدايا اليدوية وتغليف الهدايا. أنا مواليد الكويت، بس بسبب حرب الخليج بعد ما صارت الأزمة هناك وشوية تغيرت أوضاع البلد، الأهل اضطروا أنهم يغيروا مكان إقامتهم وطلعوا على العراق في بغداد. قعدنا 3 سنين هناك وبعدها بال95 إجينا هون على فلسطين على غزة. موضوع الهوية أثر علينا بشكل كبير، يعني حتى على صعيد الشخص وعلى صعيد الشغل. بصعيد الشخصي أنا أهل الوالدة كلهم برا، إلنا تقريبا 25 سنة ما شفناهم. وبالنسبة لصعيد الشغل يعني هذا الإشي مانعنا من إنه إحنا كمان نقدم من شغلنا، ونعرضت علينا كثير فرص مثلا إنه نطلع نشارك بمثل فعاليات خارج فلسطين. بصراحة حاولنا كثير إنه مثلاً نقدم طلبات أو نتابع مع أشخاص معنيين في موضوع بطاقات الهوية الفلسطينية أو مع جوازات السفر، بس كل المحاولات بقت بالفشل. يعني إحنا بس نطلب إنه إحنا يكون مثلاً عندنا ورق ثبوتي لما ننزل على البنك أو على أي مؤسسة بتحتاج إنه أنت عامل ورق الشخصي، ما يجيش يحكي لي أنت الباسبور تاعك هذا منتهي تاريخه وأنت مش صحيح ومعلوماتك مش كاملة، أو مثلا يحكي لك أنت أنا إيش يضمن لي إنه هذا باسبورك. ففي كثير عقبات عمالها بتصير بسبب هذا الموضوع، يعني المفروض هذا الموضوع ينحل بكل أولوية له، لأنه في كثير ناس مرضى، في طلاب بدهم يطلعوا يدرسوا، كل هدول الناس رايحة عليهم فرص وزي واقف مستقبلهم كلياتهم. يعني عد من 2008 ليومنا هذا في كتير ناس حياتهم واقفة على هذا الموضوع. ومرة ثانية رجعنا لكم من جديد بعد تقرير بيحكي عن فاقدين للرقم الوطني بلا هوية فلسطينية، وطبعا معك مجددا مثنى. وخلينا نحكي عن موضوع السفر من داخل بعد ما رجعتوا على مثلا قطاع غزة. هلأ بدك تسافر لبرا، اجتك فرصة مثلا عمل، جائزة حصلت عليها، تعليم، هل قبل مرة حاولت تسافر وإيش العقبات اللي ممكن تصير بهذا الموضوع؟ طبعا جانب من المعاناة والمأساة اللي شفناها في التقرير للحالات هذه، والحالات متعددة لأنه في كثير من الأشخاص بمختلف الفئات والأشخاص الموجودة في غزة، ناس بدها تسافر من أجل العلاج، مرضى سرطان موجودين، في ناس طلبة، في زوجات عالقات، في بنات عالقات هان وأهليهم برا، هدول ما تمكنوا أنهم يرجعوا ثاني بسبب قرار بينحكى أنه قرار من السلطات المصرية عدم السماح لحملة الجواز المصفر أنه يتم مغادرتهم عبر معبر رفح. هذا الأمر زي ما كل معاناة من يحمل
من لا يحمل رقم وطني ومعه جواز مصفر أو وثيقة سفر بسبب عقبة إلي ولغيري، وكمان برضو بيقلص من الحركة وفي نفس الوقت بنغص علينا كثير من الحاجات اللي إحنا بنبحث عنها العلاقة بالفرح، أو إنه أنت مثلا بدك تروحي من أجل العمل أو زيارة أقارب، أو إنك برضو كمان تروحي لتأدي العمرة أو الحج أو غيره من الأشياء اللي متعلقة في الدول المجاورة. وهذا الأمر سبب أزمة كبيرة وخلق ووسع الفجوة والمشكلة اللي إحنا طبعاً بندعو وبنطالب من خلالها السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية على وجه الخصوص والسفارة الفلسطينية إنه يبذلوا مساعي كبيرة مع سواء كان السلطات المصرية أو حتى الجانب الإسرائيلي من أجل إنه يتم فتح ملف لم الشمل حتى يتمكن من لا يحمل الرقم الوطني من إنه يحصل على الرقم الوطني حتى نشعر إحنا فعلاً إنه مواطنين في دولة كفلسطينية. طب زي إيش صار معك تجربة يعني بالتحديد صار معك إنه أنت مثلاً احتجت تسافر وسافرت أو ما قدرت؟ للأمانة أنا احتجت إنه أسافر أروح أجدد وثيقة سفر موجودة معي، حاولت 5 مرات حتى بالتنسيق كان الباب مغلق في وجهنا، دخلت الجانب المصري وصلت الجانب المصري وتقابلت انه مرجع 5 مرات. انا بعدها كرهت موضوع السفر، ما حبيت انه انا اكرر التجربة الا بحل. طبعا الحل كان من خلال تسليطنا الضوء على هذه المشكلة، فعاليات كثيرة عملناها، زيارات سويناها لحقوق انسان، ل الجهات الرسمية، دائرة شؤون اللاجئين، ما خلينا حدا مسؤول هان إلا وضعناه في صلب موضوعنا وطالبنا عبر مواقع التواصل والوسائل الإعلامية إنه يتم طبعاً الحديث في هذا الموضوع مع كل الجهات ليتم طبعاً إنهاء القضية وتسهيل سفرنا يعني. طيب مثلنا بما يتعلق بالجوازات المصفرة اللي بتحصلوا عليها، هل حتى الحصول على هذه الجوازات بيصير بطريقة سلسة ولا كمان برضو صعبة؟ قبل سنوات كان الأمر صعب جداً وتدفع فلوس وتحصل على الجواز لجهات ما من تحت الطاولة وغيره. في الفترة الأخيرة بسبب دخول كثير من الفلسطينيين من سوريا وليبيا وبعض الدول بسبب العنف اللي صار في داخلها أو الربيع العربي المسمى، الناس كثرت، فصار الحاجة سهلة إنه تصلي عن طريق السلطة في رام الله للوصول وإصدار جواز مصفر، ولكن يصطدم بأنه المعبر لا يستقبل حملة هذا الجواز. نعم، رسالة أخيرة تريد أن توجهها عبر فضاء شبابي؟ أنا بتمنى أنه حدا يلقط هالمأساة والجانب الإنساني ويستجيب إلنا ويجتهد يعني بشكل مؤقت مع السلطات المصرية بأنه يسمحوا لنا نسافر على الأقل حتى يحين موعد أنه يعطونا رقم وطني ونصير مواطنين كما هو طبعاً المواطن الفلسطيني الذي يعيش تحت دولة فلسطين على وجه الخصوص. نعم، شكراً لك مثنى وشكراً أيضاً مشاهدينا الكرام. ننتقل الآن إلى فقرة الرعاية الذاتية، تابعونا. شكراً ثوار وسعاد، وأهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الأعزاء. يقال في الأثر: الأذن تعشق قبل العين أحياناً، ولربما صوت واحد كفيل يأخذك من عالم إلى آخر، فما بالك لو كان هذا الصوت هو الموسيقى التي تغذي الروح وتنعش الوجدان وتمنح عازفها وسامعها طاقة إيجابية. يعطيكم العافية شباب، يعطيك العافية دكتور، يعني شو هالجو الحلو اللي بتصنعوه، عن جد يعني فخورة إنكم ما شاء الله عليكم.
دكتور، بما أنه الموسيقى هي وسيلة للتفريغ النفسي والوجداني والعاطفي، وهذا ينعكس سلفا هنا في معهد إدوارد سعيد على الشباب، على وجوههم الجميلة. دكتور، بما أنك عازف وفنان، هل الموسيقى هي اللي بتأثر على نفسيتك، الحالة النفسية، ولا الحالة النفسية هي اللي بتأثر على اللحن؟ عادة إذا كان العازف هو من ينتج الموسيقى، فأكيد الحالة النفسية اللي بمر فيها العازف تظهر من خلال موسيقته، من خلال ألحانه. إذا كان يعاني أو يعيش حياة سعيدة، فتجد الموسيقى سعيدة وفرحة ومرحة وجميلة. وإذا كان بيعيش حالة من الحزن أو الاكتئاب أو إلى آخره من الجو للحزن، أكيد هذا بنجده جلياً في موسيقى بنتجه. أكيد دكتور. طيب دكتور، هلأ اللي أنت بتحس فيه واللي بتشعر فيه، كيف بدك تعطي إشارة للشباب إنهم يحطوا هاي العزفة المعينة؟ خلينا نسمع. أكيد يعني نفسيتنا أكيد هتكون مرتاحة وفرحانة كوننا اجتمعنا هيك بعد غياب طويل. يلا نسمع مع بعض. يلا يا شباب. أسرع شوية، أسرع شوية، أيوة. عن جد يعطيكم العافية، يعني الروح الحلوة أنا شفتها، يعني أنت لو ما حكيت لي من قبل أنه قديش في نفسية جميلة عندك، لا أنا شفتها بعيوننا. هي يعني هذا أكثر مثال يعني ممكن تعبر عن الفرح والنفسية يعني المرحة. طيب دكتور، فيروز بتقول بتغني، أعطيني الناية وغني فالغنى سر الوجود. طيب هل برأيك الغناء والموسيقى هي أحد عوامل الشفاء ولا لا؟ نعم طبعاً، يعني حالياً ومن قبل يعني تستعمل الموسيقى والغناء في الشفاء، في العلاج الأمراض النفسية المستعصية، في أمراض التوحد، في أمراض الجهاز النطقي، هذا كله يعني بتدخل الموسيقى على مستوى يعني مكونات الموسيقى على مستوى لحن وكلمة ومقاطع مغناة. يعني هناك من الناس أثناء الحديث العادي مثلاً لديه مشكلة بالتأتأة أو المأمأة أو إلى آخره، ولكن في الغناء لا توجد هذه الأشياء. فكون الموسيقى هي عبارة عن كلام ملحن بتفيد جهاز النطق في يعني شفاء كثير من هذه الأمراض، بالإضافة لكونها يعني غذاء الروح وتعبير عن الوجدان، بتساعد في يعني رفع المعنويات ونفسية الإنسان اللي بيصاب بالكآبة. في أنواع من الموسيقى المعينة اللي بتخلي الواحد هيك بيمنحه طاقة إيجابية، في مثلا أنت بتحب موسيقى معينة ولا الموسيقى بشكل عام؟ لا أكيد، يعني هنا الموسيقى يعني الموسيقى عالم أو عوالم كثيرة. يعني هناك الموسيقات الراقصة الإيقاعية، هناك الموسيقى الروحانية، هناك الموسيقى الحماسية، هناك الموسيقى الحزينة، كل يعني الموسيقى بجميع أشكالها وآلاتها الموسيقية تعبر عن نفسيات كثيرة. فمثلا صوت الطبول والآلات النفير تعبر عن الحماسة والقوة والاستعداد إلى الحرب وإلى آخره. يعني مثلا آلة الناي أنت ذكرتيها، أعطيني ناي وغني، آلة تمتاز بالصوت الشجي الحنون الناعم، يعني هذه اللي بيأثر في الإنسان كثير ومحبوبة لقلوب الناس بحبوا يسمعوها. وفي عندنا مثلا قوالب برضو بتكون نشطة
بنسميها يعني لونجات، يعني رقصات. هذه طبعا اي حدا بيسمعها بيشعر بالحيويه بالنشاط، وهي بيغلب عليها طابع الرقصه الموسيقيه. اذا حابين يعني بنسمعكم نسمعها مع بعض. يلا دكتور، شكرا للشباب، شكرا كثير على الطاقة الإيجابية اللي أعطتونا إياها. عن جد يعني بتمنى لكم كل التوفيق. الموسيقى أنا شخصيا غيرت لي عالمي، فبتمنى لكل المشاهدين لكل المستمعين اليوم يسمعوا الموسيقى. أما أنتم أعزائي المشاهدين والمشاهدات بترككم بفقرة الفضاء الرقمي مع زميلي إبراهيم خلف. شكرا لك رواء، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة الفضاء الرقمي. ما كان يخشاه الشهيد صلاح خلف أصبح واقعا نعيشه، فالخيانة والتطبيع أصبحت بشكل علني وأمام الجميع دون خجل. مؤخرا أقلعت أول طائرة إسرائيلية باتجاه دولة الإمارات العربية بعد إعلان التطبيع بشكل علني مقلة وفدا إسرائيليا أمريكي. طائرة أقلعت من مطار بن غوريون مرورا بأجواء المملكة العربية السعودية. هذه المرة أيضا هي الأولى التي تسير فيها طائرة إسرائيلية في النطاق الجوي للسعودية. ليس غريبا على العدو أن يفتخر بعجرفته، هذه المرة يكتب على الطائرة عبارة كريات جات، وهي المستوطنة الأكبر التي أقيمت على أرض قرية الفالوجة وعلى أنقاضها. خبر الزيارة الإسرائيلية انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رصدنا لكم أبرز التفاعلات. يقول جنان: يوم عار في تاريخ الإمارات وكل الدول العربية المشاركة في التطبيع، إنا لله وإنا إليه راجعون. الدكتور محمد اشتية يقول: كان أملنا أن تحط طائرة إماراتية بركابها في القدس المحررة. يؤلمنا أن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في أبوظبي تحمل اسم كريات جات، المستعمرة التي بنيت على أراضي قرية الفالوجة التي حوصر فيها جمال عبد الناصر، في خرق واضح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. فيما غرد إبراهيم قائلا: وجاء زمن تحط فيه طائرة إسرائيلية في مطار عربي تتغنى بالسلام المزعوم، وفي نفس الوقت تضع اسم كريات جات، وهو اسم مستوطنة صهيونية مقامة على أنقاض قرية الفالوجة الفلسطينية. الإعلام جابر الحرمي يقول: مشهد مؤلم ويوم حزين في تاريخ الخليج، طائرة العالي الإسرائيلية تحط في مطار أبو ظبي في رحلة مباشرة عبر أجواء السعودية بكل ترحاب، لتدشن بذلك أول رحلات تجارية علنية منتظمة بين دولة الخليج والكيان الإسرائيلي. وضمن الصور المنتشرة للزيارة الإسرائيلية انتشرت صور لإماراتيين يرتدون كمامات طبع عليها أعلام الإمارات وأمريكا وإسرائيل. انتشرت الصور ولاقت تفاعلا واسعا، وكان من ضمن التغريدات إسلام عبدو يقول: الفيروسات وهي ترتدي الكمامة. فيما علق ثامر: أي قبح تخفون وأي عهر تظهرون. ومحمود يغرد: كان الله في عون الكمامة، فهي تصارع أربع فيروسات في آن واحد. مهند يقول: كمامة قد تحفظكم من فيروس، لكن حتما لن تحفظكم من لعنات الأمة ومن خزي عاركم. وكان لرسامي الكاريكاتير تفاعلا حول الموضوع، انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان منها:
كانت تسمى فلسطين وأصبحت تسمى فلسطين. هذا التطبيع وهذه الخيانة لن تقدم ولن تؤخر شيئاً. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا. دمتم بود. السلام عليكم وحياكم الله.